مين ايه؟ انتو سي بلس بلس. لا ما جه خالص الموضوع ده خالص، هو بيتكتب هنا يعني. انا بس يعني اتكلم تاني على البروسيجر احنا اتكلمنا عنه ولسه هشتغل فيه تاني، بس يا ريت الناس تبقى معايا شويه. اعمل لوجن، احنا اتكلمنا على بروسيجر بسيط جدا جدا، خلاص بروسيجر بسيط جدا غايه البساطه. قلنا كل الفكره انا بعمل كرييت اور كرييت اور ريبليس بروسيجر، خلاص. وبنقول ده از او از مش مشكله، خلاص. نعم اهم حاجه ان هو نيمد بلوك، اهم حاجه ان هو نيمد ايه؟ نيمد بلوك، يعني بعد ممكن كريت بروسيجر بديله اسم عشان فيما بعد يتاح لي ان انا اقدر اكول لي او انادي لي، خلاص كده. فمثلا اسميه مثلا جيت سال مثلا، خلاص جيت سال هو عباره عن ايه؟ بس انا عندي متغير بس بيشيل السر، يعني كل الفكره اللي عندي ان انا عايز ابعت له اقول له هات لي السر بتاع موظف رقم كذا، وده هيبقى استعلام يعني الى حد ما فيما بعد متداول قوي. بعد كده ممكن اقول انا عايز ابعت له انا الرقم الموظف هو يطلع لي المرتبات، صح؟ المرتب بتاعه. بعد كده ممكن اطورها شويه، يعني لو احنا بنفكر بفكر ويب شويه نقول ايه؟ زي اللوجن، عايز ابعت له اليوزر نيم والباسورد وهو يرجع لي بياناته او عايز والى اخره، خلاص؟ فانا ممكن اقول بس المره دي جيت سال بس، خلاص كريت اور ريبليس بروسيجر جيت اسمه جيت سال از، وعباره عن انا محتاج بس متغير واحد اسميه فيه سال، وده هيبقى نوعه احنا خدنا قلنا مثلا نوعه نمبر 7.2 مش عارف ايه. طيب هل ممكن ان انا استخدم طريقه مختلفه خالص لتعريف نوع البيانات؟ ممكن ان انا ممكن اقول مثلا اسم الجدول employees دوت اسم الحقل employee اندرسكور اي دي، خلاص كده. واقول له 100% تايم. حضرتك بتسجل؟ طب ركز بقى معايا، خلاص. يبقى 100% تايم معناها ايه بقى؟ نفس نوع الحقل اسمه امب اي دي اللي موجود جوه الامبليز، جوه الجدول ده. الحاله دي طبعا ليها مميزاتها، مميزات جميله جدا جدا. اهم حاجه ان طبعا لو الداتابيز بتاعتي او الجدول بتاعي اتعدل فيه الحقل، عملنا له مثلا الكولوم ده، عملنا له مثلا يعني زودنا نوع او زودنا حجم البيانات، غيرنا نوع البيانات، عملنا اي تعديلات، اوتوماتيك هنا البروسيجر بتاعي بيلقط النوع او التغيير اللي تم وبيشتغل على الجديد، وبيشتغل على ايه؟ على الشكل الجديد، خلاص كده. طب اوكي، ممكن احط فيه قيمه مبدئيه بيساوي زيرو. طبعا القيمه المبدئيه نقطه عندنا بيساوي اللي هي بتبقى ايه؟ نقطتين وايه؟ نقطتين وايكوال، ده اللي هو الاساينمنت اوبريتور بتاعنا في البي ال اس كيو ال، اللي هو بياخد القيمه اللي على اليمين ويحطها في القيمه اللي على الشمال اللي هو المتغير مين؟ اسمه في اندرسكور سال، ده اسمه اساينمنت اوبريتور، خلاص كده؟ طيب غير اللي هو غير ان هم متعودين في اللغات الثانيه هو بيساوي خلاص، بيساوي خلاص. ممكن اشيلها اكتب اشيل الكولون والايكوال دول واكتب كلمه ديفولت، اكتبها كده صريحه، خلاص؟ برضو بتنفع. المهم حطيت قيمه قيمه انيشال يعني، خلاص. بعد كده ببدا بقى الكود بتاعي بيجن، وطبعا بنيه في الاخر بايه؟ باند زي ما شفنا، خلاص كده؟ كويس. واقوم جاي هنا بعد بيجن كل اللي انا عايز اقوله قلنا سيلكت، واقوم قايل له مثلا السالري، عايز حق السالري، واما سيلكت السالري ده انتو تحطه جوه المتغير اللي اسمه في ايه؟ في سال، خلاص ده المتغير اللي احنا لسه معرفينه، خلاص كده؟ كويس قوي. بعد كده قوم جاي قايل له ايه؟ فروم اسم الجدول بليز وير امبلي اي دي اندرسكور اي دي يكون ايكوال مثلا 100، وسيمي كولون ده نهايه الايه؟ نهايه الامر، نهايه الامر بتاعي، خلاص كده؟ كويس قوي. يبقى انا كل اللي عملته ان انا صرحت ان انا هشتغل على نيمد بلوك، سميناه بروسيجر، سميناه ادينا له النيم بتاعه جيت سال، وهو بيستخدم وان فاريبل اسمه في اندرسكور سال، وفي الجسم بتاعي او البادي بتاع البلوك بعمل سيلكت لمتغير واحط اعمل سيلكت الكولوم واحط قيمته جوه ايه؟ جوه فاريبل، خلاص كده. وفي الاخر ممكن اطبع، وما قلناش الفرق ما بين الطباعة حتى الان وما بين الريتيرن فاليو، واقول له دي بي ام اس اندرسكور اوت بوت دوت بوت اندرسكور لاين، خلاص عشان يطبع لي ايه؟ يطبع لي لاين. هقول له سالري، وجنب السالري هنا قلنا عايزين نعمل كونكات ندمج جنبيها
قيمه الفاريبل اللي اسمه اندر في اندرسكور ايه سال خلاص. لكن قلنا ان دوت برضو ده عباره عن نمبر خلاص وده عباره عن كاركتر، فالمفروض نغير النمبر ده الى ايه؟ الى كاركتر. خدنا الفانكشن اللي اسمها تو اندرسكور تشار خلاص، افتح قوس وادي الفاريبل بتاعه واقفل القوس في الاخر. يعني مش عارف هل الناس مستوعبه الموضوع ده ولا ايه؟ ماشي، يعني ببساطه جدا ببساطه جدا لو انا جيت قمت قايل مثلا في اندرسكور نيم، قمت قايل ده فار كاركتر 2 على 10 خانات او على 50 خانه، هل ممكن اقول بيساوي احمد ولا عندك مشكله؟ ها؟ ما عندناش احنا بقى ايكوال كده، يعني ايكوال بتاعتنا كده هي بتاعت عندنا في البي ال البي ال عندنا بنكتب اللي هي الاسايمنت اوريد اللي هو ده بس خلاص. فانت كده بقى ايه استغنيت عن كلمه فاريبل كاركتر 2 دي عن بالحته دي، اسم الجدول دوت اسم الحقل دوت او مش دوت 100% تايب، يبقى كده ايه يبقى الفي سال نفس نوع الكولوم ده بالظبط في الداتابيز. يشوف بقى الداتابيز ده يروح للداتابيز يشوف النوع ايه ويحدد يخلي المتغير ده يبقى بنفس الايه بنفس النوع كده. فيها مشكله تمام كده او بالمنظر ده خلاص كده، او انا احدد الاسم بنفسي. بس طبعا احنا قلنا الفرق ان الحته اللي فوق دي اللي هي 100% تايب دي افضل بكتير. ليه افضل بكتير؟ لان دي كده هي فيكسد فاريبل كاركتر فاريبل كاركتر 2 ثابته 50. لو الداتابيز حصل فيه اي تعديلات او حسينا ان احنا في اسماء عايزين نزودها وخليناه في الداتابيز العمود فاريبل كاركتر 2 على 60، هتيجي هنا البرنامج بتاعك او البروسيجر بتاعك مش هيقدر يقبل خلاص هو اخره 50، هو بيستقبل 50 مش هيقدر يبعد. يبقى لازم اعدل في الكود، يبقى اعدل في الداتابيز وارجع اعدل في الايه؟ اعدل في الكود. لكن لما بنيجي نستخدم الطريقه دي بيبقى الطريقه بيبقى الشكل افضل، لان هو بقيت بسنسيتيف للكولوم، يعني بشوف الداتابيز عندي الكولوم ايه نوعه وانا بقى ايه؟ بخلي الفاريبل بتاعي على حسب النوع اللي هو ايه؟ اللي موجود في الداتابيز. طبعا الطريقه دي افضل. حد ليه سؤال ثاني قبل ما ابدا نشوف ال اوي خدت بالها؟ انا والله ما خدتش بالي خالص. هيكون الاول شغالين على الاي دي، بس هو المفروض ان احنا دلوقتي شغالين على السال صح؟ يبقى المفروض ان انا ما اقولش في سال بس امبلي دوت امبلي اي دي، يبقى كده هيجيب لي نوع حقل العمود اللي اسمه الايه؟ اللي بي اي دي. لكن المفروض ان انا اقول له ايه؟ يبقى كده روح على جدول امبلييز حقل السال السالري هات لي نفس النوع وخلي الفي سال ده نفس النوع بتاع مين؟ بتاع السالري ده الصح؟ ما احنا كنا سرحانين. لا انا اخترت عدد اصلا. طب انت ما استغربتش ايه اللي خلى السال يتربط مع الاي دي؟ يعني على اساس انت واثق ان هو نمبر يعني. لا لا ما فيش، ما احنا بنقول هو ازاي يعني امال هو ازاي يقدر يحس بالبيانات جوه الداتابيز؟ هو دي اللقطه اصلا كلها. جميل قوي. ده سؤال ده مهم جدا. اولا الجمله دي جمله اس كيو ال ولا بي ال اس كيو ال؟ اللي انا معلم عليها بس. دي اس كيو ال بس. دي جملة اس كيو ال خلاص كده. اما دي جملة مين؟ بي ال اس كيو ال، ده تعريف متغيرات. فدي دي لغة ودي لغة والاثنين بيكتبوا مع بعض، فهتبقى اصعب حاجة دايما تلاحظ ان دايما هيبقى عندك مشكلة دايما في الاوبريتورز المختلفة، بالذات انت بتكتب الاثنين جوا بعض، الاثنين بيكتبوا جوا بعض. بس الحقيقة عشان نبسطها خالص، كل اللي انت جمل انتوا اتعودتوا عليها زي ما هي، اللي هي كرييت الالتر دروب سيلكت انسيرت ابديت ديليت، في غيرهم؟ صح؟ لا هم دول اتعودوا عليهم هم ما 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 ما, ما, ما تقلقش. لكن بقيه الجمل كلها تبقى بي ال، مش هتبقى يعني اس كيو ال خالص. خلاص يعني اي جمله سيلكت او انسيرت او ابديت او ديليت او كرييت او التر او دروب اشتغل بالطريقه دي مع دي بي. خلاص لكن اي جمل لسه هنبدا نشتغل فيها يبقى اكيد بايه؟ باسلوب البي ال. باسلوب مين؟ باسلوب البي ال. ده معامل اساينمنت اوبريتور داخل جمل داخل لغه الاس كيو ال. اما ده اساينمنت اوبريتور داخل لغه مين؟ البي ال اس كيو ال. ها في مشكله كده؟ يعني انا عايز اسئله. جرب واعمل رن. قال لي بروسيجر كريتد ليه؟ التوقع العادي خلاص؟ قال لي ايه؟ قال لي بروسيجر ايه؟ كريتد ومفيش اي مشكله خالص. قلت له خلاص ده سهل جدا، اسمه جيت سال. وقت ما بنادي عليه بيجيب لي مرتب مين؟ الموظف رقم 100. صح كده؟ لا كده بروسيجر اهو ده صريح، مفيش اي كريت اور ريبليس بروسيجر. بنيجي بنكتب فانكشن بنكتب بدل كلمه بروسيجر فانكشن. هو هو هاي
هقول ده بس اما اجي نادي عشان يوضح المعنى. خلاص كده كويس او لغايه دلوقتي كده في مشكله؟ يا ريت الناس بقى تبقى مركزه معايا شويه، يا اما اقول لكم اقفلوا الاجهزه اللي قدامكم. خلاص؟ طيب فاقوم ايه؟ اقوم ماسح الكلام ده خالص. خلاص كده؟ في اي مشكله؟ قلنا لو جينا قلنا جد سال وقلنا رن كان البرنامج بيدينا لازم ايرور صح؟ بيقول لي انفاليد اس كيو ال ستيتمنت، الجمله دي مش جمله اس كيو ال، اقول له اه هي مش جمله اس كيو ال بس هي المفروض ان انا عايز انادي على بروسيجر او فانكشن او حاجه زي كده. احنا قلنا في الاساس بناء النيم بلوكس جوه الداتابيز بغرض ان انا استدعيها من ابلكيشن، بغرض ان انا استدعيها من ايه؟ من ابلكيشن. لكن هي مش ما تحولتش الى جمل اس كيو ال ستاندرد وبقت في الداتابيز، ما تحولتش لكده خلاص، لكن هي ما زالت جمل اقدر استدعيها عند من ابلكيشن. طب انا دلوقتي هضطر اعمل ابلكيشن عشان اجرب وانادي على جيت سال؟ قال لك ما هو ممكن برنامج ينادي على برنامج ولا ما ينفعش؟ ينفع، ممكن برنامج ينادي على برنامج، ممكن يعني ممكن بلوك ينادي على ايه؟ على بلوك، والبلوك الثاني ينادي على بلوك الى اخره. انا هعمل ايه؟ هعمل انونيمس بلوك بكل جيت سال اللي هو خلاص بقى بروسيجر عندي مفيش فيه مشكله. يا ريت نلقط المفاهيم دي خلاص. وطبعا فيما بعد مش هيبقى كده، فيما بعد البلوك ده اصلا هيبقى مثلا شاشه بتنادي على الايه؟ على البروسيجر ده اللي جوه الداتابيز عندي. طيب هم جاي هنا قايل ايه؟ هم جاي مثلا عمل بيجن وهنا عندي ايه؟ اند. في كده مشكله؟ ده كده بلوك انونيمس بلوك، مفيش اي مشكله خالص فيه. كل اللي هقول له هقول له جيت سال. خلاص كده؟ ناديت على جيت ايه؟ على جيت سال. لو جيت عملت رن طلع لي قال لي سالري وكولون وطلع لي كام؟ 24000. ده مخرج مين؟ مخرج مين؟ مخرج البروسيجر بتاعك. خلاص؟ طب ثواني واحده واحده، انت عملت حاجات غريبه، انت كروتنا. طب جيت سال وعرفناها، ده اسم الايه؟ اسم البروسيجر. طب ماشي، امال ايه دول بقى؟ ايه بقى؟ معلش اسف. القوسين دول ترتب واحده واحده. طب والسيمي كولون؟ طب السيمي كولون معروف ده امر وانتهى، فعشان امر وانتهى حطينا سيمي كولون. طب والقوسين دول بقى معناهم ايه؟ قال لك اه ما هو المشكله ان 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 احنا قلنا ان البروسيجر او الفانكشن، خلي بالك الاثنين معنى واحد، عشان كله هشرح في البروسيجر هو اللي هشرح في الفانكشن، فمش عيب خلاص. الفكره كلها ان احنا قلنا ان البروسيجر او الفانكشن هم عباره عن ايه؟ عباره عن سب بروجرام. يعني ايه سب بروجرام؟ يعني برنامج صغير خلاص بيقوم بعمليه معينه انا بقول ليه وبيشتغل وبيرد عليا. السب بروجرام ده خلاص هو في الاساس بروجرام، بس عشان هو جزء فبنسميه سب بروجرام. هو في الاساس بروجرام. يعني عايز توصل ليه؟ ان اي برنامج بسيط، اي برنامج بمفهوم بسيط بيبقى ليه انبوتس خلاص وفي بروسيسنج وليه اوتبوتس، صح كده ولا لا؟ ده المفهوم البسيط خالص لاي ايه؟ لاي بروجرام صغير. ممكن اوبشنال اللي يبقى فيه انبوت. يعني ايه اوبشنال؟ يعني ممكن ما ابعتش انبوت، في برنامج بيشتغل لازم ابعت له بارامتر او انبوتس، وفي برنامج مش لازم ابعت له. خلاص كده؟ طب والاوتبوت؟ زي ما اتفقنا في برنامج بيعمل عمليات معينه وخلاص وشكرا، وفي برنامج بيعمل عمليات وبيرجع لي ايه؟ قيمه، صح ولا لا؟ يبقى الاوتبوت برضه في برامج بيبقى لها اوتبوت، وفي برامج بتروح تعمل عمليات معينه ومش لازم يبقى لها اوتبوت. خلاص؟ حلوه. طبعا في برنامج ملوش بروسيسنج لازم يكون ليه، ملوش برنامج ليه خلاص، لازم يبقى في عمليات بتتم جوه، لازم يكون في عمليات بتتم ايه جوه، اساسي في عمليات بتتم جوه. لكن ممكن يكون ليه انبوت او ملوش، ممكن يكون ليه اوتبوت او ايه او ملوش. بالنسبه للقوسين دول بقى، كل ده بشرحه ليه؟ عشان اقول القوسين دول، القوسين دول بنحددهم دايما للانبوتس، بنحددهم دايما لمين؟ للانبوت. يعني ايه بحددهم دايما للانبوت؟ يعني لو انا بقى لازم ابعت حاجه، لو انا لازم ابعت حاجه ببعتها ما بين القوسين دول. يعني مثلا لو لازم ابعت رقم الموظف او بعت له هنا كده، فكده يجت لي السالري بتاع الموظف رقم 100. انا عايز ازودها دي، انا عايز اعملها جديده خلاص، يعني عايز اعمل حاجه ثانيه، انا ابعت له انبوت بقى. انا ابعت له ايه؟ انبوت. اقول له خد رقم 100 فيجيب رقم 100، اقول له خد رقم 200 يجيب لي رقم 200، اقول له خد والى اخره. خلاص كده ماشي. يبقى كده عرفنا ان القوسين دول اساسهم فيما بعد هيبقى بايه؟ بيسند بارامتر او بيبعت بارامتر او ايه؟ او بارامتر يعني قيم سوف ترسل. اصلا كلمه بارامتر معناها قيمه هتتبعت. ما هنا الوقت هيطلع ايرور. ليه؟ هيقول لي جيت سال دي ما تستقبلش حاجه، ملهاش اصلا اي انبوت خالص. ايه؟ كسنتكس لغه، لو انت جيت جربت وعملت كده من غير الاقواس بتاعتك هتشتغل خلاص، بس مش ستاندرد.
خلاص يعني ممكن في لغات تانية تقول لك لازم تجبرك على القوس، وفي لغات فعلا بنمشي دايما ستاندرد بنحط الاقواس خلاص. طيب فهمنا الفكره. بس قبل ما اكمل واشوف ازاي هبعت قيمه للجيت سيل دي، انا عايز اقول حاجه تانية. لو انا جيت في الانونيمس بلوك ده اللي شرحناه في الاول قمت عامل ديكلير قمت معرف فاريبل هنا عادي، وليكن مثلا قلت في اندرسكور سيل ده غير السيل اللي جوه ده هنا، ده متغير ثاني جوه بلوك جديد عادي مش مشكله. حلو كده؟ لا هو لا مش مشكله، لا مش مشكله، اصل ده بلوك وده بلوك ثاني خلاص، مش بيشيروا الفاريبلز ما بينهم وما بين بعض. طيب هو قايل له برده نوعه مثلا نمبر 7 منهم 12 صح كده؟ مفيش ديفولت فاليو ولا اي حاجه. وجيت هنا قمت قايل ايه؟ في اندرسكور سالري او الايكوال بقى اللي هي عاديه ولا كول والايكوال؟ لا كول بي ال اصلا، مفيش اس كيو ال خالص اصلا، مش شايفين ايه اس كيو ال. هو برنت البي سالري هنشوف دلوقتي بقى. هنشوف دلوقتي البرنت بي واحده واحده، بس انا عايز اوصل في النقطه دي دلوقتي. انا عرفت متغير، المتغير ده نوع نمبر كله 7 خانات محجوز منهم 2 للايه؟ الفراكشن. كويس قوي. والمتغير ده قلت بيساوي هات لي الجيت سالري وحطه هنا. هل ده مقبول اصلا؟ هو ده السؤال بقى. في الحقيقه ده مش مقبول اصلا، يعني لو جيت عملت رن ضرب. ليه مش مقبول؟ مش دي بس الفكره. مش دي بس خالص الفكره. في الحقيقه طب اصبر هقول في الحقيقه جيت سيل دي بروسيجر مش بريتيرن فاليو. طالما هو مش بريتيرن فاليو ما اقدرش اعمل بيه اي اساينمنت خالص، ما اقدرش اخد القيمه اللي هي، لان مفيش قيمه بترجع. لان فكره الاساينمنت ايه؟ ان عندي حاجه على اليمين وحاجه على الشمال، اللي على اليمين بيحذف اللي على الشمال، دي قاعده محفوظه جدا جدا خلاص. الاساينمنت بياخد اللي على اليمين ده يقوم حاطه جوه مين؟ جوه على الشمال. طب انت ما عندكش اللي على الشمال حاجه اصلا، ما بيريتيرنش حاجه. هتقول لي هو لوحده بيشتغل وبيبرنت على الشاشه بيطبع حاجه او بيعمل اي عمليه مش مهم عندي، لكن هو مش بيريتيرن فاليو. لو بيريتيرن يبقى اقدر القف اللي بيريتيرنه جوه فاريبل. يعني انا قدرت نوت، لو كان بيريتيرن حاجه كنت قدرت احط الكلام ده جوه متغير. يبقى ما ينفعش معايا نوت تكون ايه؟ يبقى البروسيجر ببساطه جدا ما اعرفش اعمل له اساينمنت بس، لكن الفانكشن اقدر اعمل لها ايه؟ اساينمنت. هي دي الفرق الرئيسي. لا الفرق ما بين برنت وبين ريتيرن، اللي هو في الاساس الفرق ما بين بروسيجر وما بين ايه؟ ما بين فانكشنز. خلاص كده؟ في مشكله؟ يبقى احنا عرفنا ان ده اصلا نوع شكل غير مقبول في الاساس، شكل غير مقبول لان دي مش فانكشن. حتى هو تيجي تحت يقول لك ايه؟ يقول لك ما فيش فانكشن بالاسم ده. ان هو رد عليك قال لك ما فيش فانكشن بالاسم اللي اسمه جيت سيل ده خالص. لان هو اعتبر ان هو بيدور على فانكشن طالما ان في ايه؟ بالظبط كده، تمام؟ طيب وطبعا الايرور ضارب فين؟ في السطر؟ انه سطر؟ اللي هو بيجي اساينمنت خلاص كده. طيب كلام جميل قوي، عرفنا ازاي نعمل بروسيجر، عرفنا ازاي نكل البروسيجر بتاعنا خلاص، وعرفنا ازاي نطبع فيه وازاي نعرف متغيرات. احنا عرفنا حاجات كده بسيطه بس يعني ايه الى حد ما فيها شغل. طب انا هروح على الهيستوري بتاعي واقول له هات لي الكريب بروسيجر كانت عندي، ادوس على كليكه كده جابها لي كلها تاني، ما تبقاش من دي خلاص كده. قوم جاي قايل ايه؟ انا عايز اكستند البروسيجر ده، بيبقى افضل ليا ان انا ابعت له رقم الموظف يرد عليا بايه؟ بالمرتب بتاعه. فاقول له ماشي جيت سال، وقام جاي هنا ما بين قوسين هنا كده قبل ايز، قبل ايز يعني قبل ايز دي على فكره ما بنكتبش بعدها، ما بنكتبش بعدها ديكلير. خدنا بالنا في الانونيمس بلوك، يا ريت اكون الناس ما فصلتش مني، انا لسه ما قلتش حاجه والله. الانونيمس بلوك كنت بقول ديكلير واعرف الفاريبلز وبيجن واكتب الكود واند صح كده؟ كويس. لما جينا اشتغلنا بروسيجر وقلنا عايزين نخليه نيمد بلوك عشان اقدر استدعيه فيما بعد، قلنا لازم اكتب كريت اور ريبليس بروسيجر واديله اسم، وبدل بيجن كنا بنكتب ايه؟ از صح او از وبشتغل عادي. المره دي بقى بعد كلمه كريت اور ريبليس بروسيجر واسمه هنا فتحت اقواس. الاقواس دول بعمل فيهم ايه؟ قال لك بحدد فيهم البارامتر او الارجيومنت. البارامتر دي يعني ايه؟
يعني قيمه سوف ترسل. هي مختصر مفيد كده، قيمه هتتبعت. يعني عايز اقول له يا بروسيجر اسمك جيت سال انا هبقى ابعت لك قيمه. خلاص لازم اقول له الاول القيمه دي ويكون متغير اسمه بي اندرسكور او بي، بلاش بخليها بي عشان يبقى عارفين ده بارامتر، يعني بي اندرسكور اي دي. خلاص كده. ولازم احدد نوعه ان، يعني ده هي ايه هيتبعت. ايه ده هو ينفع بارامتر يطلع لي؟ يعني ايه يطلع لي؟ يعني استدعيه مش انا اللي ابعته؟ حد فاهم حاجه؟ يعني لما اجي اقول ايه جيت سال هبعت له رقم الايه، رقم الموظف، صح كده؟ لما بعت له رقم الموظف هو هيطبع المرتب في المثال بتاعنا البسيط دلوقتي ده. لكن هل ممكن انا ابعت له متغيرات معينه ويرجع لي فيها قيم؟ هنشوف كمان شويه. بس مش الفانكشن بسيطه جدا، قلنا هتقدر على طول تريتيرن ليه فاليو وخلاص. لكن انا بتكلم على البارامتر. هو حاجه زي كده، بس انا هصبر شويه اوضحها بالتفصيل لما اجي اتكلم على نوع مختلف عن ان. هو ان خلاص فهمنا فكره الان الاول، فكره ان انا هبعته مش انت اللي هتبعته لي، انا اللي هبعته. خلاص كده انا اللي هبعته. قلت بي اي دي وده ان، ونوعه ممكن اقول له نوعه نمبر على طول لو انا مش فاكر نوعه المتغير في الداتابيس، فبقول اسم الجدول بليز دوت امبلي اندرسكور اي دي وايه 100% تايب. دي بتقول لي معناها ايه؟ عرفنا معناها ولا ما عرفناش؟ عرفنا معناها ولا ما عرفناش؟ خلاص هيروح يشوف نوع الامبلي اي دي اللي جوه جدول الامبليز نوعه ايه، ويخلي البي اي دي نفس النوع ده، وزودنا كلمه ان. خلاص حلو قوي. وادي البروسيجر بتاعي. بس كل اللي هقوله ان انا هاجي وابقى سيلكت السالري انتو الفي سال فروم امبليز وير الامبلي اي دي، ها البي اندرسكور اي دي. ليه بقى؟ انت هتبعت لي زي ما اتفقنا، انت هتبعت لي لما تيجي تنادي على جيت سال. دلوقتي المنظر بقى مختلف، لما تيجي تنادي على جيت سال هتبعت لي مين؟ هتبعت لي البي اي دي، يعني رقم معين هيشيله المتغير اللي اسمه بي اي دي. هنزل هنا معرف فاريبل تاني اسمه في اندرسكور سال، والمتغير ده شايل المرتب السالري. حلو قوي. هبدا اقول له سيلكت السالري وحطه لي جوه الفي سال. ماشي. From employees where in the employee ID بيساوي نفس البي اي دي اللي هو بعت لي. فانا لو بعت له 100 يجيب لي 100، لو بعت له 102 يجيب لي 102، لو بعت له 103 يبقى يجيب لي 103. وبعدين هيطبع لي كلمه سالري وكولون واسم والايه؟ والمرتب بتاعه. واند. ممكن اقول جيت سال 2 عشان نحتفظ بالايه؟ بالبروسيجر بتاع جيت سال 1 اللي هو جيت سال بس. خلاص كده؟ طيب. واقوم اعمل ران. قال لي بروسيجر كريتد، خلاص البروسيجر نشأ، بتروح حلوه قوي. عايز اعمل برضو انونيمس بلوك زي اللي عملناه من شويه، وبس انادي على جيت سال، بس جيت سال مين؟ 2. وابعت له واشوف هيرد عليا ازاي. ممكن على طول بقى اقعد اكتب البلوك بتاعه ومع داخل على الهيستوري واقوم جايب اي ايه؟ هات ده. خدت حاجه من الهيستوري بتاعتي. بقى عندي جيت سال 2 وابعت له هنا مين؟ 100. بيجن واند، وفي النص ناديت على البروسيجر اسمه جيت سال 2 وبعت له 100. ده اللي هو هيبقى البي اي دي بتاعه، واللي هو بعد كده هيسلكت السالري بتاعه ويحطه جوه الفي سال. وبعد بس بشرط انه لازم يكون الامبلي اي دي هو نفس البي اي دي اللي هو 100، فيجيب لي المرتب بتاعه وبعد كده يطبعه. صح كده؟ اعمل رن. قال لي 24000. قلت له ماشي، تعال نجرب بقى ايه 102 ورن. قال لي 17000. خلاص كده؟ والى اخره ولا ايه؟ تمام كده؟ واصله؟ حلو قوي قوي. جميل. عايز اعمل حاجه شيء مختلف. او عايزين نعمل هي دي بس تبقى فانكشن بقى. والمره دي الفانكشن هتتيح لي ان انا اعمل اساينمنت، صح كده؟ في البرنامج المستدعي
البرنامج اللي بيستدعى اللي بيستدعي الفانكشن هيقدر يعمل اساينمنت جوه ايه جوه فاريبل. عايزين نحول نفس الاستراكشر اللي توصلنا له البسيط المهم جدا الخطير قوي اللي احنا توصلنا له ده. طبعا هتعرفوا دي معنى كلمه مهم جدا وخطير جدا وانت بتشتغل الابلكيشن بتاعك بيزد كله على على البروسيجرز والفانكشنز هتعرف قد ايه مهم. ماشي اوكي. عايزين نحول البروسيجر اللي احنا عملناه الى ايه؟ الى فانكشن. خش كده على الهيستوري وام جايب البروسيجر بتاعنا. بدا كريت اور ريبليس بروسيجر هقول له كريت اور ريبليس ايه؟ فانكشن. وجيت سيل وبس. بلاش جيت سيل بس جيت سيل 3. خلاص كده؟ ما ينفعش اسمي فانكشن بنفس الاسم. ما هو كده هيعمل عنده ميسنج. مش عارف تنقل على دي ولا تنقل على دي. الا بقى لو كان في انا مش عايز اخش في الفروق بس هو لا الا لو كان في بارامتر عدد البارامتر مختلفه او او انواع البارامتر مختلفه فمش عايز انا ايه اخش في التفاصيل اللي هي الدقيقه قوي. خلاص طيب المهم جيت سال 3 وقلنا ريتير هترجع ايه كمان هترجعها نمبر هترجع ايه نمبر ريتيرن فاليو نمبر وبرده بتستقبل البي اي دي والكلام الجميل ده كله زي ما هو بس مش هنطبع بقى. طب هو انا ممكن في التايب بتاع الريتيرن هتديله برضو على حاجه في التيبل مثلا تبقى عادي عادي. ما هو في هنا نوع بيانات نوع البيانات ده تحدده زي ما انت عايز. انت عايز تقول ايه؟ نوع البيانات ممكن احدده بالشكل ده. اقول له ريتيرن ان كذا. طب اسمعني اسمعني نوع البيانات عموما في البي ال نوع البيانات خلاص ممكن انا اكتبه بايدي كده زي نمبر او اكتب فاريبل كاركتر تو على 15 20 مش عارف ايه او اكتبه بالشكل ده اسم الجدول اسم الحقل 100% طيب فيبقى نوع البيانات. ده دي تعويضا عن نوع البيانات ودي تعويض نوع بيانات في اي مكان بقى اقدر اعمل الايه الحركه دي. خلاص كده طيب نفس البرنامج هو هو زودنا كلمه ريتيرن نمبر وهنيجي تحت بدل ما كنا بنطبع مش هينفع نطبع بقى هنطبع ايه ده هنريتيرن الفي سيل بقى اللي احنا جبناها عايزين نريتيرن مين يبقى بدل الطباعه والكلام ده كل الفكره اللي عندي ان انا هقول له ايه ريتيرن الفي اندرسكور سيل دي الفكره اللي انا عايز اوصل لها بس يبقى انا عندي دلوقتي ابص على الشكل العام كده كرييت اور ريبليس فانكشن حلو كده الفانكشن دي اسمها جيت سيل 3 بتريتيرن ايه نمبر بتستقبل مني البي اي دي والبي اي دي ده نوعه ان خلاص كده معلش نوعه ان دي في النوع اللي هو ان ولا اوت ولا كده خلاص لكن هو نوع بياناته نفس نوع حقل الايه الامبلوي اي دي صح كده بدانا بقى الشغل مع الفانكشن دي او جسم الفانكشن جسم الفانكشن بيقول ان المتغير عندي اسمه في سال ونفس نوع بيانات حقل السالري السالري صح كده ولي انيشاليزيشن بزيرو بيجن سيلكت السالري متغير السالري وحطه الحقل السالري وحطه جوه المتغير اسمه في اندرسكور ايه سال فروم امبلويز وير ان الامبلوي اي دي نفس البي اي دي اللي انت بعته يبقى هيجيب مرتب الموظف اللي انت بعته في الاخر هيريتيرن الفي سال بناء على القيمه اللي رجعت من هنا تمام كده طيب لو جينا عملنا رن قال لي في غلطة عندك هنا. بيكون عايز نحط ال سوري عايز احط الريتيرن تحت. لا لسه زعلان. هو بس السيمي كولون هي اللي كانت ايه اللي كانت زياده يبقى احنا بس ايه عايزها بعد البارامتر بعد البارامتر اللي هتبعد خلاص مش قبل لا هنا خدوا بالك من حاجه هنا هنا بديفينيشن بس ما عملتش ريتير بديكلير بس ان هو هيستقبل دول وهو هيبقى بيرجع نمبر لكن انا ما حددتش حته الريتير بقى ظهرت تحت ما يهمنيش ده كله ده ما يهمنيش يعني بس بمجرد ان انا بس بقى ايه ببروتوتايب الفانكشن يعني بقول ايه والله انا عندي فانكشن
والفانكشن دي اسمها جيت سيل 3 وبتستقبل مني كذا وهتبقى ترجع كذا. هل انا قلت اي حاجه في الشغل اصلا؟ مجرد بس ديفينيشن بس ليها، لكن انا ما اشتغلتش فعليا. الشغل فعليا من بعد كلمه ايه؟ بعد كلمه از تقول لي عباره عن، وجربت بقى اشتغل بقى عباره عن ايه؟ قمت معرف فاريبلز قمت شغال بقى في الكود بتاعي، عملت جمل سيلكت. طبعا مش لازم تكون سيلكت، انا ممكن اقول انسيرت، ممكن اعمل ابديت ديليت اي جمله. اختيار كلمه يعني اختيار النمبر دي مقصوده او غير مقصوده؟ اي نوع طبعا هي مقصوده بقى، مقصود بيها ايه؟ كويس ان انا بس بسمع الاسئله دي. مقصود بيها عارف الكلام ده هنعيده تاني بمفاهيمه تفصيليا في السي شارب، يعني هو موجود في اي لغه برمجه خلاص، فانا هعيده تفصيليا تاني في السي شارب. بس انا برضو محتاج ان الناس تكون فهمت اللي انا بقوله خلاص. احنا زي ما قلنا احنا يا دوبك النهارده بن ايه واحده 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 واحده. لو مثلا الفانكشن بتاعتي دي بتريتيرن ليا اسم الموظف، انا ابعت له كود هو يريتيرن ليا النيم خلاص كده. يبقى هبعت له انا ليه الاي دي او الكود بتاع الموظف صح؟ يبقى كده هقول له اسمها كذا، وما بين القوسين دول احدد ايه ان انا هبعت لها مين. انا هبعت لها كود الموظف او الاي دي بتاع الموظف، وايه هترتن ليا ايه فاريبل كاركتر 2. يبقى انا هتقول له ريتيرن فاريبل كاركتر 2، لان الفانكشن دي بتريتيرن نوع كاركتر. طب هي بتفرق معايا جدا في ايه؟ مش احنا قلنا ان الفانكشن والاساس والبروسيجر اللي فينا اساينمنت اوبريتور هيشتغل؟ الريتيرن تايب دي بقى اللي هي الريتيرن نمبر دي هي اللي بتحدد هو انت اصلا هو يقبل منك تاسايمنت جوه الفاريبل ده ولا لا. لو الفاريبل ده فاريبل كاركتر 2 وانا باسايمنت وانا عامل له ريتيرن نمبر من اول، اقول لك ايه في مشكله في يعني في التحويل، الا بقى لو كان هيعمل تحويل امبليسيت ما علينا خلاص. لكن هو المفروض يرفض ليه؟ لان المتغير نوع والفانكشن بترجع نوع ثاني، فالمفروض ان هو ايه الطبيعي بتاعنا ان هو ايه يرفض. لكن انت كده حددت له ان هو بيريتيرن نمبر، يبقى هو كده يقدر ياسايمنت جوه مين؟ جوه نمبر. واصله ولا مش واصله؟ حلوه. وزودنا حاجه ثانيه بعد ما عملنا الجمله ما طبعناش، احنا قلنا ريتيرن الفي سال، يعني المتغير ده اللي شال المرتب ده في الاخر قلت له ايه؟ هو ده بقى، يبقى لازم النوع ده يتوافق مع النوع ده، لازم الفي سال ده يكون نوعه نمبر والا هيطلع ايرور صح ولا لا؟ لان حددت له ان هو هيرجع نمبر، يبقى لازم انت بتقول له ريتيرن حاجه نمبر. صح كده؟ تمام؟ خلاص كده الجمله بتاعتنا خلصت، حولناها الى فانكشن وعملنا رن. نرجع نبص لقينا فانكشن ايه؟ كرييت. قلت له حلو اجربها اكل ليها واشوف هيحصل ايه دلوقتي. بس الفانكشن دي المره دي بقت مختلفه تماما عن البروسيجر. هنا ببعت لها قيمه وهي بترجع لي ايه؟ قيمه اخرى. فانا قايل له ماشي، انا هشيل بقى الفانكشن دي خالص وهعمل انونيمس بلوك. بلوك هنادي بس مجرد ان انا ايه اكل بيه. فقلت له كلير عرف متغير. المتغير ده مش محتاج متغير، لا محتاج متغير في اندرسكور، هو بيرجع لي السالري صح؟ السالري. وده نوعه ايه؟ او روح على جدول الامبليز دوت امبلي اندرسكور اي دي برضو دماغي مركبه سالري 100% ايه؟ طيب begin وهنا ايه end واجي هنا. كل اللي انا عايز اعمله ان انا هقول له في اندرسكور سالري بيساوي ده البرنامج اللي بيكل للفانكشن بتاعتي. قلت له هنادي على جيت سال 3 خلاص كده، وابعت له مثلا كام 100. يبقى ادي ده البارامتر بتاعي، دي القيمه اللي هترسل، وهو هيريتيرن ليا قيمه لازم اعملها بالايه الاساينمنت اللي هو ده. يبقى هو هيحط جيت سيل، هيجيب القيمه اللي هو الرقم بقى مش عارف 24000 تقريبا اللي هو رقم 100، ويحطه جوه المتغير اسمه في ايه اندرسكور سيل. بعدين ما اقدر بقى اخد المتغير ده ايه ابرنت الجي سيل، ممكن ابرنته بقى واحطه جوه بقى اعرضه على تكست بوكس على الشاشه. اقدر هتبقى كده بقى، هتبقى كده في الاخر ايه اجمعه على حاجه ثانيه، اقدر اعمل عليه عمليه. هو مثلا هو مايل مثلا ايه، هقول لك على حاجه ثانيه. هو مايل مثلا ايه، هقول له مثلا هقول له برنت مثلا دي بي ام اس اندرسكور. هو دي بي ام اس دي معناها ايه؟ داتابيز مانجمنت سيستم اوتبوت مخرجات داتابيز مانجمنت سيستم دوت بوت لاين اطبع سطر مخرجات. بس ايه اسم باكج بس مش القصد، يعني هو اسم باكج، هو ده الامر اللي بيطبع بيه مش اكتر من كده. يعني احنا مش هتهمنا ان الداتابيز المفروض ما تطبع لناش حاجه اساسا. احنا المفروض بقى كده الطباعات دي اللي هي هتطبع على الليبلز والكلام ده في الابلكيشن، فدي عشان كده مش مهتم بيها قوي خلاص.
طيب لكن احنا مجرد عشان نعرف نتيست فمضطرين نطبع حاجه عشان نشوف النتيجه اللي احنا بنعمله دي. خلاص طيب انا هقول له نوت ممكن اعمل حاجه ثانيه فاريبل ثاني انوال سيل او اللي هو المرتب يعني السنوي يعني قوم جاي هنا قايل في ان سيل قوم قايل ده بيساوي ال في اندرسكور سالري مظبوط واضربها في كام 12 كده بقت اوامر بقى برمجه خالص خلاص كده بدات تاخد بالي ان الدنيا بقت ماشيه ان عندي متغيرات فوق اثنين متغيرين فوق وعندي هنا المتغير ده نادى على فانكشن والفانكشن اساينمنت جوه قيمه هيبقى جوه مثلا 24000 بس 14000 زي ما يكون وبعد كده ده متغير تاني بيعمل عمليه حسابيه يمسك البتاع يضربه في 12 يحوله مرتب سنوي وبعد كده ممكن اطبع له ليه دي اه فاقول له دي بي ام اس اندرسكور اوتبوت دوت بوت لاين واقول له فيها ايه بقى كده مختصر خالص وما يقول جنبيها نوت ايه V underscore E N L سال وانا عارف ان انتوا هتعلقوا بس انا ايه سايبكم تعلقوا ايوه كونفيرت سلام ناس صحية ناس صحية جدا جدا طب تعال نجرب كده طب انا لو عملت كده نعم لان هو كده اصلا بوت لاين دي بتبعت ايه لا انا فاكر ان انا ناسي بقى كنت بكتب دي طيب ماشي لو افترضنا عملت رن المفروض يطلع طلع لي عادي خلاص دي حاجه اسمها امبليسيت كونفرجن امبليسيت كونفرجن هو التحويل الضمني في حاجات يقدر يحولها اوتوماتيك وفي حاجات ما يقدرش يحولها اوتوماتيك خلاص حاجات لو انا نسيت هو يحولها لو قدر يحولها يعني في حاجات لو قدر لكن لو مش هيحصل لوز للداتا هيحولها الى حد ما هبقى اتكلم يعني المفروض الكلام ده اتكلمتوا فيه المفروض اتكلمتوا في الكونفرجن وانتوا في الاس كيو ال اكيد يعني خدتوا 2 اندرسكور كاركتر و2 اندرسكور ديت و2 اندرسكور نمبر بس هي فهمت السي شارب اول البليسيت والاكسبليسيت تمام ماشي على العموم قال لي انا هو السيل بتاعتك كام مش عارف كام خلاص ارقام كده من ما اعرفش نعدها حاجات طبعا مش عندنا احنا خالص خلاص انا اقصد يعني اللي هو يعني كلام يعني ولا كانه شغال الايام بس ماشي 18800 وادي ليه ادي واحد تاني كل ما بغير الرقم اللي هو اللي انا بطلبه هو بيغير الايه النتيجه بتاعتي دي بقى الفرق ما بين الفانكشن والبروسيجر وازاي الفانكشن ده استلم مني قيمه وازاي الايه اخر حته عايز اقولها عشان اقفل موضوع الفانكشن والبروسيجرز ويا ريت يعني كل ده لا هو بس فاضل لي حته صغيره خالص البروسيجر مهمه ان انا اقولها او في الفانكشن يعني احنا عرفنا ان هي ايه هي دي خلاص إيه لو جينا مثلا على كرييت اور ريبليس بروسيجر قمت اخلي ده ايه 4 احنا قلنا البروسيجر ينفع ريتيرن ليه فادي ينفع هو في طريقه كده ينفع خلاص اه بس ايه هي بقى ولها شكل مختلف ولها اسلوب مختلف فاحنا عايزين نفهمه ونعرف ازاي برضه بيتبعت عشان اقدر اتعامل معاه يعني. انا عملت بي اي دي وده ام وامبلويز دوت ام بي اي دي و100% تايم خلاص كده كوما بس انا عايز اعمل عمليه يعني مكونه من عمليتين هو هيطبع لي المرتب اه وفي نفس الوقت انا عايز اخد المرتب عشان اعمل بيه ابديت او اعمل بيه انسيرت او اعمل بيه اي حاجه يعني هعمل بيه عمليه معينه فاهمين الفكره؟ فانا عايز بس البروسيجر يشتغل ويعمل عمليات ويطبع لي او يعمل اي حاجه وفي نفس الوقت هيرجع ليا ايه فاليو معينه هشتغل بيها برده واعمل بيها عمليات ثانيه ممكن تكون عمليه معايا كده ممكن تكون العمليه واصله معايا للشكل ده فاقول له ماشي كوما كوما معناها ان هو بيسال البي اي دي و وايه بقى هو معرف مثلا بارامتر ثاني البارامتر ده اسميه سال بس مش ان اوت يعني مش انا اللي هبعته ده هي ايه هيجي لي وهيجي منين
هيجي من هنا بس ايه بس مش امبلي اي دي سالري. يبقى اروح على جدول امبليز حقل السالري ونفس النوع بالظبط خلاص هيبقى البي سالري. حلو قوي. بس ده ايه اوت عندنا. يبقى كده عندنا كام نوع بقى في البارامتر؟ عندنا ان وعندنا ايه اوت وفي واحد تالت ان اوت. ده سيبك منه خلاص كده يعني شغال. ممكن تبعت له ممكن يستقبل كلام كده. بس انا عايز زي ما قلت لكم ايه لا والله بصدم كتير جدا بس مش عارف ان الاوت دي ليه اهميه كبيره جدا. انا ممكن اعمل 20 بارامتر ان و20 بارامتر اوت مش اي مشكله عندي خالص. في ميزه ما لا تقدمها الفانكشن. الفانكشن بتريترن ها نوع واحد سواء كان سكالر يعني سواء كان قيمه يعني مفرده او سواء كان كولوم او اري او حتى كان تيبل. هو تعتبر برضه في الاخر ايه ترجع لي حاجه اوبجكت واحد. بترجع لي اوبجكت ايه اوبجكت واحد. لكن الاوت هنا ادتني ميزه مش موجوده هي ان انا ممكن اعمل اكتر من واحد اوت. اكتر من واحد اوت يعني ممكن ابعت واحد اوت منهم يريترن تيبل او ريكورد سيت, واحد تاني يريترن اري, واحد تالت بيريترن فاليو عاديه, واحد رابع كل دول اوت سواء كانوا للبروسيجرز او للايه او للفانكشنز. فطبعا اهميه الاوت مهمه جدا خلاص كده. طيب في والله دي كومبوزيت داتا تايب. بس يعني كومبوزيت داتا تايب دي في منها وفي رو, في نوع بيرجع لي رو بس رو واحد. ف يعني بس ماشي وضحت الاوت ولا لسه فيها مشاكل؟ لا هكمل دي بس عشان تبقى ولا هكمل طبعا. بس الاول وضحت فكرتها قبل ما ابدا اكملها ولا اهميتها؟ طيب فانا عندي واحده ان هي وعندي واحده ايه وعندي واحده اوت. وجيت هنا سيلكت السالري انتو في سال فروم مش عارف ايه والكلام الجميل ده كله خلاص كده. وانت قايل البي اندرسكور سال يساوي القيمه اللي جت من الفي اندرسكور سال. ايه اللي حصل هنا واشمعنى هنا؟ طبعا هنا اشمعنى ليه؟ عشان بعد ما الجمله تجيب البيانات من الداتابيز جابت السر وحطته جوه المتغير اسمه في اندرسكور سال ولا مش معايا؟ وير ان الرقم بتاع الموظف يكون نفس الرقم اللي اتبعت. حلو قوي. بعد كده قمت واخد الفي سال. الفي سال اللي هي ايه؟ قيمه المرتب. حطيتها جوه البي سال. طب والبي سال ده عباره عن ايه؟ بارامتر اوت خلاص كده. يبقى البارامتر ده البي سال ده الفاريبل ده بقى شايل ايه؟ الرقم اللي جه من الداتابيز بتاع المرتب بتاع الموظف اللي انت بعت لي رقمه. معايا الناس يلا مش معايا؟ مش معايا زي الفل. طب وبعدين؟ لا ده كده واقف كده بقى لما هاجي انادي عليها بس خلاص وكده وبيطبع. يبقى كده البروسيجر بتاعي بيعمل ايه؟ هيطلع لي حاجتين بيطبع وفي نفس الوقت في اوت في فاريبل اوت او بارامتر اوت ممكن اقدر اشتغل عليه. احنا كنا عملنا اربعه ده او كنا بنعمل توظيف ايه يعني انا مش بعد كده بس ما اقدرش اعمل اسايمنت. ما اقدرش اعمل اسايمنت يعني ده برضه ما اقدرش اعمل اسايمنت يعني ما اقدرش اقول ان دي سال ده بيخش في حاجه ثانيه ليه؟ طب واحد يتكلم ليه ما اقدرش؟ اصلا ممكن يبقى بيقوت اكتر من حاجه. احطهم ازاي جوه متغيرات انا؟ امال بقى اسايمنت ازاي يعني؟ ما المفروض الاساينمنت العادي او المتغير اكس بيساوي واندع على اسم الفانكشن. فالفانكشن سيبنا خلاص. فكنت بعمل ايه؟ اكس وقال بيساوي ومنادع على اسم الايه الفانكشن. الفانكشن بترتني فاريبل احطها جوه الاكس صح كده. طب دلوقتي اصلا بيقوت كام قيمه دلوقتي؟ ممكن 3 لا المثال ده المثال الحاله دي يقبلها برضو. ما هي واحده هي قاعده اساسيه. يبقى انا هقدر اسايمنت ايه جوه ايه؟ اسايمنت جوه متغير ازاي؟ ليها طريقه للاسايمنت بس طريقه مختلفه نشوفها دلوقتي. استفدت ايه كده من البي سال؟ استفدت ايه؟ يعني انا دلوقتي طلعت اوت عندي البي سال هعمل ايه؟ هقول لك انا هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك دلوقتي لا هنقدر نحطه جوه متغير بس مش بالاسايمنت العاديه دي بس خلاص؟ احنا مش قلنا ان ده اوت وفهمنا ان هو اوت؟ احنا ما شفناش بيقوت ازاي؟ خلاص لما نوصل للاوت ازاي يبقى نشوف بيقوت ازاي؟ خلاص المهم ان انا حطيت جوال في سال خلاص كده فهم عامل ايه رن. لو عملت رن قال لي البروسيجر ده كرييتد وده البروسيجر 5 صح الجيت سيل 5 قلت له ماشي شيل ده كله بيجن وفي الاخر هنا ايه اند
قمت قايل له ايه؟ جيت سال فايل ابعت لك رقم موظف مين؟ لازم تعمل كومه وتبعت لي حاجه تانية. الحاجه التانية نود لازم يكون متغير في اندرسكور مثلا سالري. اشمعنى؟ ده هي ان جوه الجيت سال وده اللي هي اوت فيه البي سال. يبقى كده ده المية اتحطت جوه الفاريبل بتاع بي اندرسكور اي دي والريتيرن فاليو من خلال الاوت بارامتر اتحط جوه البي مين؟ جوه البي سال. يعني لو جينا المفروض طبعا كده يعني اجبرنا ان احنا نديكلير ايه؟ في اندرسكور سالري ونحدد ده نوعه ايه؟ نمبر. ايه الميزه هنا بقى؟ خلاص الميزه هنا انا عندي حاجتين حصلوا مش حاجه واحده. الحاجه الاولى ان الجيت سال 5 هتقوم بكل العمليات الداخليه عندها اللي هي زي على مثال الطباعه اللي احنا كنا عاملينها طباعه بس كنا عاملين امر طباعه بس. وفي نفس الوقت بقى معايا متغير بتاع شايل القيمه جاهز للشغل عليه. ان انا اقدر اخد الفي سال دلوقتي واضربه في 12 واعمل عمليه ثانيه وثالثه واقدر اشتغل زي ما انا ايه زي ما انا عايز. بقى عندي متغير ده متغير شايل القيمه اللي راجعه وده هيخلي البروجرام بتاعي يشتغل ويعمل كل العمليات اللي موجوده ايه جواه. ايه سريع؟ لا فاضي قول. بس كده انت حليت مشكله الاساينمنت خالص. ايوه حليتها. يعني لو عندي مليون اوت هحدد له مليون فاريبل وكل أيوة. فاريبل خلاص كاد ده خلاص اقدر اعمله. بالظبط. يعني انا لو عملت دي اصلا بروسيجر راجع على البروسيجر الثانيه وعملت فيها نفس العمليه دي وبالعكس بقى خدت كمان البي سال اللي جواها وضربت في 12 فيطلع لي في الاخر مش مشكله. ليش ايوه بقت قريبه جدا من حاجه هي على الهالي بس بطريقه ثانيه. اه ايوه في طريقه فده في طريقه ثانيه ممكن تحل المشكله. فاحنا بنتكلم على الطريقه الثانيه ممكن تحل المشكله. يعني ايه؟ اكد لكم ان هو فعلا شال قيمه بس خلاص. يبقى جيت سال 5 بعت له 100 وادي الفي سالري او 103 وادي الفي سالري خلاص ونوت هيطبع لمين؟ الفي سالري عشان اتاكد ان فعلا المتغير حصل له اساينمنت فعلا بالقيمه. ده بجانب الطباعه اللي هتطبع. اعمل رن فعلا طلع لي ادي السالري 9900 وفعلا طبعا ال 9900 دي لان ده المتغير اللي شال القيمه اللي هي ايه؟ ريتيرند او اوت او من البارامتر اللي هو مين؟ البارامتر اللي هو اوت خلاص اللي احنا قلناه. خلاص عرفنا في الاساس بعض المفاهيم عن البي ال اس كيو ده في الفيديو اللي فات لكن المره دي اتكلمنا عن البروسيجر والفانكشن بشكل اساسي وقلنا ان الفرق ما بين الاثنين ان الفانكشن بتريترن فاليو والفاليو اللي بتريترنها دي بتقدر تعمل لها اساينمنت مباشره جوه اي متغير. خلاص كده. اما البروسيجرز ما بيشتغلش بالمفهوم ده. خلاص كده. وقلنا بعد كده جسم البروسيجر بيتكتب ازاي وقلنا جسم الفانكشن زيه بالظبط. وبعد كده زودنا شويه قلنا ان البروسيجر او فانكشن ممكن تستقبل مني قيم مرسله انا ابعتها لها اللي سميناها بارامتر ان. سميناها بارامتر ايه؟ بارامتر ان. خلاص. وقلنا ممكن بعد كده برضو البارامتر دي تبقى اوت. خلاص. وعملنا تيستنج وشفنا ازاي استخدمنا البارامتر ان واشتغلت جوه ازاي وجربنا برنامج وشفنا برضو البارامتر اوت وبعتنا لها برضو بارامتر وشفنا بتستقبل برضو قيم منها ازاي. باختصار ما قلناش حاجه. خلاص.